فاحنا بنعمل ده كتير من الناس يقول لك ده يمكن ملوش لازمه. هو انتوا ما بت... يعني مش عايزوننا نحلم لبلدنا انها تاخد مكان يليق بيها ويبقى فيها امكانيات لنمو حقيقي؟ في دور انا اعمله وفي دور احنا هنعمله. والله العظيم بدون مبالغه الدور اللي انا بعمله هو يعني عشان كده دايما اقول ربنا ربنا، لانه ربنا شرفني وعزني واكرمني ودايما بيرضيني بالكلام اللي احنا بنفكر فيه وبعدين يساعدنا ان احنا نعمله. لكن انتم ما تلومنيش انا بس، انا الومكم انتم كمان معايا. لكل انسان، لكل اسره مصريه، انا الكلام ده قلته من 3 4 سنين مش كده؟ حصل صح. وقلت ساعتها والدكتور خالد عبد الغفار زعل جدا مني وقال لي ازاي تقول ان احنا ما عندناش في وزاره التعليم العالي، كان ساعتها ماسك التعليم، ازاي تقول ان احنا ما عندناش غير 111 ولا 100، مش 111 111 مش كده؟ عملنا اختبار عشان نجيب من شريحه المتعلمين التعليم ده. ف عشان انا كنت عشمان ان انا كان الواحد هيتكلف 30,000 ولا 40,000 ولا حتى 60,000 دولار عشان يتعلم التعليم ده، مش كده؟ تمام يا فندم. كنت ستك عايز 1000 والله. وانا لو النهارده لو في 2000 و3000 مستعدين بتبقى للمعايير دي يجي هاي هاخده واعلمه. طب ده تيجي ازاي؟ قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم اداب وتجاره ومع كل التقدير والكلام ده قلته قبل كده والاحترام وحقوق وكده، طب هيطلع يشتغل ايه؟ هيطلع يشتغل ايه وتقول ما بيشغلناش، والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومه يقول لك ما بتشغلناش ليه؟ هيشتغلوا يقول لك طب يروح يشتغل مدرس، مش كده يا عمرو؟ صح. ده انا بقول لك على حاجه هتشتغلها وانت قاعد في بيتك، هتعمل لك 20 30 ألف دولار في الشهر وممكن توصل ل 100 ألف دولار في الشهر. يا مصريين يلي قاعدين تقعدوا في المراكز، تقعدوا تستنوا ولادكم بره عقبال ما ياخدوا الدوره والدراسه اللي بيدرسوها، اقعدوا على الكلام ده. كلنا حد يقول لي الحكومه